دلال معنا اليوم بي واز كوكينج. اليوم نحن باليوم كان عادة بنحب نتسلى بالمطبخ، نعمل حلو خاصة إذا الأولاد بالبيت. فاليوم في اثنين ديسير، في تسليتين نتسليتين يلا ونحن اثنين تمام. اليوم هيك مثل ما عم نشوفه، أول شيء مثل ما عم نشوفه اليوم عملنا كيك أو بام، يعني جاتو أو بام. بس اليوم بدي أقول للمشاهدين أنه بيختلف عن الجاتو اللي بنشتغله ليه، لأنه نحن هلا بدنا نعمل عجينة الكيك العادية اللي معودين عليها، أوكي. يعني فيها بيض، سكر، طحين، زبدة أو زيت بالإضافة للحليب. بدنا نضعهم بقالب الكيك أو بحيلة صينية عنا إياها بالبيت. الجاتو بدنا نرجع تينا نبرش تفاح مثل ما هون عم بيشوفوا. أنا اليوم حابة التفاح، يعني اليوم نهار التفاح اليوم عنا. بدنا نستعمل تفاح لبناني عشرت أكيد. بدنا نبرشه، بدنا من بعد ما نبرشه بدنا نصفيه، لأنه مثل ما بنعرف أنه ببق مي. أوكي. بدنا نصفيه لوقت، نرجع نوضع له شوية من الحامض، بدنا نرجع نلوحه على نار مع ملعقة من العسل، ملعقتين من الحليب السائل، ملعقتين من الحليب السائل، شوية ملعقة من الزبدة. تشوشت على بدنا نلوحهم كلهم سوا، بدنا نرجع نغطي العجينه اللي اشتغلناها يلي وضعناها بقلب الصينيه بعد ما خبزناه هون. بعد ما خبزناه بعدنا عم نحكي قبل قبل ما نفوته على الفرن. بس بعد في كمان شغله انه بدنا نعمل كرامبل. بدنا نشتغل بعجينه معموله من طحين، لوز، شويه من القرفه، السكر الاسمر، شويه من الزبده. بدنا كمان ندعكهم بايدنا، بدنا نغطي، بيطلع هيدا هو الكيك مثل ما هون عم نشوف. بارتي الكرامبل مع اللي رح هيدا الكرامبل. أوكي. تحت الكرامبل في التفاح يلي لوحناه على نار مع عسل وزبده وشويه من الحليب يلي وتحت الكيك. وتحت الكيك وبدي اقول انه هيدا كيك كثير طيب، يعني بشجع كل من يعمله. فينا نشتغله على نجاص او على حيلا شيء نحن بنحبه، بس طيب كثير. نحن نعمله سوا هلا. ايه بس بعد حاختم حاسكت. يلا 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 بدي اقول انه مثل ما هون عم نشوف اليوم عامله كمان، اذا بقي وقت بس هن اوريدي سهلين وسريعين. عاملين اون تارت او بوم الزاسيان. شو يعني؟ يعني اليوم عم بحكي على عجينه البات سابلي يلي بدي اشتغل بالتفاح، ولا كراميليزي ولا شيء ني. هلا حنشتغله سوا. على جنب شويه من صفار بيضه مع شويه من السكر كريم فريش، شويه من الفاني، بدنا نمزجهم سوا. بدنا نغطي عجينه التارت النيه، بدنا نوضع عليها التفاح وبدنا نزين بالتين. خلينا نبلش هيك نرجع شوي لورا لما نضيع المشاهد. أول شيء اليوم عم بشتغل على عجينة الكيك العادية، يعني يلي كل ست بيت بتعرف تشتغلها. اليوم عم نحكي على 3 بيض كاملين. وضعنا لهم رشة من الفاني. بدنا نرجع نضيف لهم نص كوب من السكر العادي. ما بعرف إذا عم نحرتي بس سكر أبيض يعني أو أسمر أو بودرة، يعني كمان أسمر بيلبق معه أكيد. سو 3 بيض، نص كوباية نص كوب من السكر. السكر منه حلو. منه حلو عظيم، لأنه في تفاح، في تفاح، لأنه في كرامبل، التفاح كمان بدخله سكر مش هيك بعدين عسل يعني. شوية من الزبدة أو زيت كمان هون حسب الدسامة اللي بدنا اياها. صح. فوالا بدك نزل لك هول شلحان. اوكي شوية من الحليب. هلا انا وقت اقول شوية يعني 3/4 كباية بتاخذوا على يعني شوية كثير مش ربع، 3/4 تينا. هلا منيح انه المقادير بيرجعوا بيقطعوا بيقطعوا هيك. لكن خلينا نرجع نعيد. 3 بيض، 3/4 كوب، كوب يعني عم نحكي على كباية صغيرة من حليب السائل يلي هلا حتحطيها تينا. 3/4 كباية من الزبدة أو الزيت النباتي. ثانك يو. كبايتين من الطحين. اوكي. ملعقتين صغار من البيكنج باودر. هيدي هي عجينة الكيك يلي أكيد كل ست بيت تشتغلها بالبيت. هيدي اللي عملناها هلا، فينا نخبزها لحالها
بيطلع جاتو فاني يمكن كنكهه بيطلع كيك شوي بلا طعم بلا طعم اوكي انا بحط له لحسه مربى مثلا يمكن فن لما نخبزها لحالها لانه بس قصدي بيطلع كيك كملمس بيطلع كيك هيدا جاتو كيك ثانك يو خلص هون صار عندنا عجينه الكيك يعني فينا نحط فيه الباكيت دو شوكولا فينا نحط فيه شوكولا المبروش برش حامض لوز برش حامض عصير حامض هيدا الباز تبع الكيك يلي نحن بدنا نشتغل فيه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعبي انت بشو رح بالصينيه بالكيك طب بلش نشتغل بالتفاح فوالا خلينا نشتغل لهيك نقدر نوصل الفكره للمشاهدين فهون نحن بنوقف اكيد ما بنحطه هلا بالفرن ما بدنا نحطه بالفرن بعد بدنا نشتغل بالتفاح يلي بده يجي على الوجه صح خلينا نجيب هلا هلا بنرجع بالمعينه بنكفي كثير اوكي حنكتفي هون لنحن اوريدي عاملينه لما نفضل كلنا نقدر نوصي الفكره للمشاهد سو التفاح مقشر عملنا عجينه الكيك وضعناه بحي الله صينيه عنا اياها وضعناها على جنب ما خبزناها هلا شو بدنا نعمل؟ في عنا زبده عسل حليب حليب اوكي بدنا نحطهم على نار لكن عم نحكي على ملعقة من الزبدة ملعقة من العسل ملعقتين من الحليب اليوم عم بحكي على تفاح عدد اثنين قشرتهم برشتهم صفيتهم ما بدي انسى انه بدي صفيهم من بعد ما حط بقلب الطنجرة مقلية الزبدة والعسل والحليب اول ما يسخنوا بدي لوح التفاح واليوم بدي ارجع اقول للمشاهدين انه هول التفاحات حطيت لهم نص حامضه معصوره لو تغير لونهم تينا ما فرقانه معي لانه بدنا ندخلهم على الفرن شو بضل عنا؟ بضل عنا من بعد ما نخلص من التفاح بدنا نغطي العجينه وبضل عنا الكرامبل يعني بدنا كمان نعمل عجينه بالايد بدنا ندعكها وبدنا نرجع نغطي التفاح والعجينة الجاتو لكن حطينا عسل زبدة ملعقتين من الحليب السائل هيدا كيك عنا صبحية بعد الظهر فينا نقدمه بعزيمة مع آيس كريم أول ما يسخن المزيج يلي على نار بدنا نضيف عليهم التفاح المبروش المصفى يلي وضعناه له شوية من عصير الحامض بعد بيطلع لنا شوية عجينة من الجاتو بس سافا بما انه نحن عاملين سو هون رح يغير لونه ولا كيف نعرف انه صار جاهز ماكسيموم بدنا نحط يعني اول ما شوي نحس انه بلش يدبل بعضه. شوي التفاح واخذ بعضه بنشيله وبنغطي فيه وصفتنا يعني هيدي وصفة تينا فيها ثلاث بارتيات أول شيء العجينة ثاني شيء التفاح الملوح على نار وثالث شيء الكرامبل اللي بدنا نغطي فيه وصفتنا النية قبل ما نحمي الفرن وندخلهم على الفرن هلا
لاحظتي ريحة التفاح كثير حلوة ريحة. أنا لكن شو رح أعمل؟ رح أشتغل بهالوقت عجينة الكرامبل. يلا لنقدر نوصل وقت بياخذوا وقتهم شوي. دقيقتين تينا بدنا نشيلهم وبدنا نحطهم على العجينة النية. لكن اليوم عم نعمل الكرامبل يلي كمان بدنا نوضعهم على الكيك. اليوم عم نحكي على طحين. ما حاعمل كمية كبيرة لأنه اوريدي الكيك مش كبير. شوية من السكر الأسمر يلي ما عنده فينا نستخدم الأبيض أكيد. ضروري يعني نروح نشتري حيلا نوع من السكر. شوية من اللوز، اليوم عم بحكي على لوز أو جوز. شوية من القرفة، اليوم عم نحكي على القرفة البودرة. مثل ما بنعرف إنه القرفة كثير بيلبق للتفاح. أكيد ما في أختم بلا زبدة. أكيد، خاصة بالكرامبل. خاصة بالكرامبل يعني بلكي هيك الكيك فينا نخفف بالزبدة نحط زيت مثلا. الكرامبل مضطرين انه نشتغل افتكر خلصوا خلاص صح بدنا نزعج الجيس بدنا نغطي الكيك هون فينا نضيف الزبيب معهم الكرامبري عم نحكي هون يعني البارتي اللي انا عم بعملها بالكرامبل فوالا كثير مهم انه الكرامبل نشتغلها بالايد فوالا وانا رح اختم الكيك تبعي بل عجينة الكرامبل بهيدي الطريقة مفرفطة عليهم فرفطة بدي حمل فرن 180 درجة ودخل وصفتي لمدة 40 دقيقة على الفرن 35 ل 40 دقيقة حسب الفرن حسب كل فرن إذا بعدنا بالشوب فينا نقدمه مع آيس كريم على فاني فينا نعمله بصينية مبرومة مش ضروري الكيك اللي احنا هلا اشتغلناها حسب شو عنا بالبيت نشتغل فوالا هيدا الكيك أو بام حطه على الفرن يلي بدنا ندخله على الفرن وين؟ يلا سريعا سريعا قبل ما يدهمنا الوقت تينا لكن خلصنا من اول كيك حنحكي شوي على التارت تبعد عنا شوية وقت اليوم عم بحكي على اون تارت اوبوم الزاسيانية اليوم عم بحكي على كريم فريش مع تفاح مع صفار بيض مع شوية من السكر أول شيء بدي أقول للمشاهدين إنه أنا اليوم عم بحكي على عجينة التارت يلي مثل ما هون عم يشوفوها الحلوة مش المالحة يلي بنشتغلها بغير طريقة، اليوم حبيت أشتغلها أو شوكولا مع لوز، يعني اليوم عم بحكي على 400 جرام من الطحين، كبيتين من الطحين، نص كباية من سكر بودرة، 200 جرام من الزبدة، بيضة وحدة، رشة من الفاني، واليوم حطيت ملعقة من الكاكاو شوية من اللوز أو جوز أو حتى ما في حط شي يعني في وقف هون كل هول المقادير دعكتهم اشتغلتهم تا طلعت لي هيدي العجينة هيدي عجينة بدي ريحها لمدة ساعة ان تمبيراتور امبيونت على جنب غطيها بفوتة المطبخ وارجع
شيلا اليوم حبيت اخبزها نص خبزه تينا لانه بتكون هيك طعمتها اطيب، يعني انجع ادخلها شويه كم دقيقه شوية. إيه؟ على الفرن وطلعها. واليوم شو بدي احشيها؟ اليوم عم بحكي على صفار بيضه مع شويه من الفاني، عم بحكي على سكر. نعم هلا ان شاء الله رح نلحق نعمل وحده، بس انا اكيد بدنا نعمل كميه صغيره صح، شويه من الكريم فريش ما نزعج. خلص ثانك يو. لكن اليوم وصفتنا هي صفار البيض مع السكر مع الكريم فريش، شويه من الفاني يلي بدنا نحشي فيهم عجينه التارت المخبوزه نص خبزه مع تفاح وندخلها على الفرن. ونحن رح نشتغل ب القطع الصغيره اللي بنعمل فيهم. قد ايه بيقعدوا بالفرن دلال؟ يعني ما بدنا نحطهم اكثر من 20 25 دقيقه ماكسيمم. اليوم عندنا تفاح، هلا بدي اذا بعد عندنا وقت نعمل تفاحه هيك مبرومه بهيدي الطريقه اللي اشتغلناها. بدنا ملعقه صغيره ملعقه كبيره لا هيدي للكريم انا حطيتها. سو التفاح مثل ما هو ني مقطع. ايه اليوم عم نحكي على تفاح ني مقطع، ما عملناه كراميليزي ولا شيء، مثل ما هو ني عم نحطه على عجينة التارت او شوكولا يا ما او كاكاو يا ما تارت عادية. فينا حتى نحط بقلبها التين وندخلها كمان على الفرن. خلينا لكن حطينا التفاح شو رايك تسرقي لنا تينة؟ شو هو؟ تينة كمان التين بالفرن طيب كتير بقصن؟ لا صبا مثل ما هن تينة بس بدنا نزعجك بالصينية. يلا فوالا حلو. سو العجينة حلوة أو باتسابلي فينا نشتغلها بلاتين أكيد مع التفاح ومزيج البيض صفار البيض مع السكر والكريم الكريم فريش صح. بيتاكلوا باردين دلال؟ فينا ناكلهم فاترين، اليوم بدي اقول كمان انه بنشيلهم من الفرن وفينا نقدمهم مع سكر بودره على وجههم. اوكي. وطيبه ان تارت الزاسيان ما تكون مسقعه، تكون هيك فاتره. دافيه. كمان. فينا نشتغل بقشر التفاح. نزين بقشر التفاح كمان. فينا نفرم تين صغير معهم ونقدمهم. حلو. سو رح نفوتهم على الفرن وبنرجع بعد شوي على التيستينج. واو ريحة بالاستوديو بتجنن بين العسل والقرفة والتفاح. ايه هيدا كيك طيب هيك هيدي الكومبينيشن بيناتهم صح وخارج صبحية يعني بتعرفي. هلا قصينا قطعة بس بدنا نفرجيكم شو حلو شكله من جوا لأنه مثل ما كنت عم تفسري مبينه برا دلال انه في كذا لاير كذا طبقه بالكيك. في العجينه العاديه واليوم هلا مثل ما شفنا كمان هلا نحن حطينا كل البقيه من العجينه العاديه. اوكي. تينا بس اذا حطيناها حسب القالب كمان حسب القالب ما هيك تطلع شوي دسمه او اكثر من التفاح والكرامبل. طيب طيب هذا من الكيكات كثير طيب. ايه منه حلو. صح.
طيب ومنه حلو وفي كذا طعمه بقلبه. صح. يعني القرفه، العسل، يعني لما تستطعمي بالتفاح بتحسي بالعسل مش بالكيك. صح، انه بتعرفي لانه في كثير ناس ما بحبوا كثير الكيك تفاح تفاح. مظبوط. مع اليوم هيك كسرنا شوي الكرامبل اللوز مع التفاح الوحني مع العسل. هيك العطا نكهه حلوه الفكره بالاضافه للكيك. كمان بدنا نضوي على التارت كمان. التارت كمان انا شخصيا بعملها بكل عزيمه وبقدمها هيك شوي سخنه، ساتشن تارت كريبون، بحط عليها كمان شوي من السكر البودره. حلو. وكمان ما خبرنا المشاهدين، ما كان عندنا وقت نقول انه اليوم الشرط هول المبرومين اللي شايفينهم، المبرومين يلي هو اللي هن عم نشوفهم. ايه فوالا هول تفاح قشرته، القشره تبع التفاح قشرناها برمناها وحطيناها بقلبها. هون بدكم تكونوا شاطرين بتقشير التفاح، ما تنقطش معكم، بدكم تجيبوا مقشره منيح. وتفاح لبناني. فهيك اللي عنده تفاح بالبيت مش عارف شو بده يعمل فيهم، صار في عندهم حتى فينا نشتغلها بالانجاز كمان. يعني انا هو انجاز طيب كمان، بشتغلهم بالانجاز كمان طيبين وسهلين. ثانك يو دلال، افكار مهضومه للويك اند. رح ناخذ وقفه ومكفين الايف.